انا من السكان ديال هذه المدينه العتيقه، وهذا المشروع تنشكروا سيدنا على الالتفاته ديالو، ولكن بجوده منعدمه. كلشي هادشي اللي هاد البيبان هادو راه ديال الماريوات ماشي ديال سميتو، هادو ودايرين لهم السواقت. المهم الحاله لا حاسب ولا راقي في هذا المشروع. واجي تشوف هاد المكاكر اللي هاد بوشاكليه، تشوف رضا تشوف تتشارك في هاد التكرفيص على عباد الله، عده الناس مسنين وتهرسوا في هاد القضيه دي. وكتبنا لا حياه اللي من ينادي، تنطلبوا من السياده المسؤوله باش تشوف هاد الضرر اللي السيد ذاك النهار طاح هنايا ومات، طيحاتو ديك البوشاكلي ديال الماء هزينا الفوق. اجيو تشوفوا، تنطلبوا لجنه ديال تقصي الحقائق تشوف هاد الشيء هذا. ماشي داك الشيء اللي وعدونا به. والارضيه انت تشوف دابا دازت على شي 6 شهور، وحنايا مكرفصين هكا، ما بغا يديروا معنا حتى شي حل. بالنسبه للسقف وصلوا حتى لهنايا وحبسوا، هذاك هو المشكل الكبير اللي عندنا، انه البيبان الا بقاو ما مكملناش 3 شهور شي كيفاش ولاو البيبان، ولاو تيبانوا البيبان بحال مصايبين قدام. هادو ما يمكنش يكملوا معنا، تنظن انا ما كايناش 3 سنين ولا 4 سنين غتسالي المده ديال الصلاحيه ديالهم. واغلبيه ديال المحلات هما مصايبين الحوانت ديالهم، ما دايرين لا ريدويات لا والو، وما كاين لا قفوله، ما كاين لا ما تيركبوا لك الباب، ما تيركبوا لك لا قفوله لا بيزاكرات مزيانين لا والو. هادشي هذا راه سواق تراهما ديال تنسولوا عليه، ما ديال 6 دراهم 7 ديال الدراهم، والبيبان تيبان لي ماشي شي بيبان اللي زعما اللي تعتمد عليهم، وهذا راه ضرر كبير. وبالنسبه للسقف وصلوا حتى لهنا وحبسوا، ما عرفناش علاش حبسوا. اخي هو ديال هاد البيبان، هذا البيبان دايرين معيانين ناقصين، حنا عندنا زباله ديال الفلوس حاطينها، وحيدوا لنا البيبان اللي صحاحين دايرهم 80000 ولا 100000، وجايب لنا بيبان ديال الميكا. يجي اي واحد في اي لحظه يدقدق داك الشيء ويدخل يدي لنا سلعتنا. والارض انت تشوف شحال حنا سادين، حنا وشحال حنا سادين معذبين وتماله والغبابر، وفي الاخر ما مكملينش هاد الشيء هذا، حيدوا لنا الريدوات ديالنا ودار لنا اللعيبات ديال العود داك الشيء عيان. باش نقول الله يهدي ما خلقوا صافي. مي جينا للسقف سقفوا لنا النص وخلاو لنا النص، قلنا علاش ما سقفتوش؟ قال لك اودي راه ما يمكنش، خص المسؤولين يعطيونا الاوكي. شكون هاد المسؤولين يعطيونا اوكي؟ حنا بغينا شي مسؤول انه يشوف من جهتنا ويشوف مدينه سلا اللي عنده حرقه على هاد المدينه، مدينه سلا المدينه العتيقه. وبالنسبه لهاد باب خميس هي الدخله الرئيسيه، يعني خصها تكون اصلاحات تكون مزيانه، وتكون يعني منظر مزيان بالنسبه للبيبان، باش انك تدخل من البوابه ديال باب خميس انك تلقى السقف وتلقى الدنيا مزيانه، تزيد هي واحد المسافه تلقى البيشان. يعني راه ما عندها حتى شي معنى ان يكون هذا الاصلاح بحال هكا. يعني حنا بغينا شي مسؤول انه يشوف من جهتنا ويشوف مدينه سلا اللي عنده حرقه على هذه المدينه، مدينه سلا المدينه العتيقه. وبالنسبه لهذا باب خميس هي الدخله الرئيسيه، يعني خصها تكون اصلاحات تكون مزيانه، وتكون يعني منظر مزيان بالنسبه للبيبان، باش انك تدخل من البوابه ديال باب خميس انك تلقى السقف وتلقى الدنيا مزيانه، تزيد هي واحد المسافه تلقى البيشان. يعني راه ما عندها حتى شي معنى ان يكون هذا الاصلاح بحال هكا. يعني لا اما ديروا كل شيء، ولا اما بالنسبه باش الانسان ما يتكرفش من الشتا ومن الشمس.